السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم شيماء سعيد. النهارده طبعا بناء على طلبكم، زي ما انتم طلبتوا مني عايزين فيديوهات ذهب، عشان انتم طبعا استفدتوا منها كتير وعرفتوا حاجات ما كنتوش عارفينها قبل كده. فجيت صورت لكم تاني اهو في محل الفيروز مع الحاج ابراهيم سعد الدين. المحل ده اللي انا قلت لكم قبل كده ان هو خالي، صورت معاه قبل كده والحمد لله الناس جت ما شاء الله كتير جدا وتعاملوا معاه وشكروه. هو برده عايز يشكر الناس دلوقتي، هيشكر الناس. اتفضل يا حاج ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. طبعا انا ما كنتش متوقع ان ده هيحصل، ان الفيديو هيسمع كده. طبعا شيماء عملت فيديو جميل جدا، وبشكر الناس كلها اللي جت وكان عندها ثقه في المحل وجت اشترت من عندنا، والحمد لله كانت الاسعار زي ما قلنا بالظبط والمصنعات زي ما هي. فانا بشكرها وبشكر الناس كلها اللي جت اشترت من المحل هنا، وطبعا في هنا ثقه وامانه والموازين والحاجات دي. طبعا احنا عندنا هنا مصداقيه في الشغل، وطبعا ده كان اول فيديو عملناه لشيماء وما شاء الله سمع، وبالنسبه لنسبه المشاهده كانت كبيره جدا نتيجه ان في مصداقيه في المصنعيه وفي الاجر والكلام ده كله والذهب. فان شاء الله النهارده معاكم. طبعا احنا كنا خدنا فكره الاول عن الغوايش والسلاسل والكوليهات والحاجات دي، هناخد فكره عن الحلقان، وخاصه ان كانت في ناس بتسال عن الحلقان الاطفال وهي بتتباع ازاي بالنسبه لعيار 18 وعيار 21. فطبعا احنا هنديكم فكره النهارده عن الحلقان ديت بتتباع ازاي، خاصه الحلقان الاطفال بالذات يعني. ماشي يا حاج ابراهيم، ان شاء الله انتوا طلبتوا برده. في واحده كده من المتابعين قاعده تتحايل عليا محتاجه الحلقان عشان هتشتري لاولادها. النهارده الفيديو كله هيبقى خاص باذن الله بالحلقان. طبعا احنا لو عندنا ناخد اول حاجه عندنا انواع من الحلقان، حلقان 18 في حلقان زي كده. طبعا دي بنسميها شيماء حلقان كليبس. طبعا الحلقان الكليبس ديت عندنا منها انواع كتيره. دي بتتقفل كده حضرتك، اللي بيحب يلبس حاجه كليبس بتبقى جميله، بتبقى سهله على الودن خاصه اللي مش عامل ثقبه الودن او اي حاجه. وفي حلقان تانيه كليبس برضو بتتقفل، دي في عيار 18. دي حلقان شوفيها كده شيماء. في طبعا حاجات تانيه عيار 21 برضو هوريها لك. دي حلقان كليبس، دي عيار 18 يا حاج ابراهيم. عيار 18. دي حلقان كليبس يا جماعه عيار 18، دي حلوه قوي في اللبس ومريحه، وانا مجرباها قبل كده حلوه قوي. دي تنفع اطفال برضو يا حاج ابراهيم. طبعا في ناس بتحب تلبس حاجه كده على الودن بحيث ان هي ما تبقاش مدلدله قوي على الاطفال. في ناس كتير قوي، ودي طالعه حاجه موضه طبعا. الحلقان الكليبس دي في منها بخصوص وفي منها شيماء من غير فصوص. ماشي، يعني حاجه زي كده مثلا من غير فصوص اهي، واللي معاك دول بخصوص. ده زي اللي كان عندي بالظبط كده، ده عيال 18. في بقى عندنا طبعا حلقان عيار 21 دبله. دي بقى شيماء في برضو. جميل قوي. بيبقى خفيف على الودن، وكمان بيبقى اوزانه معقوله مش تقيله، فما بيبقاش بيكلف قوي. بالظبط كده، ده عيار 18. تمام ماشي. بعد كده في طبعا في حلقان عيار 21، في حاجات زي كده بتاخدها اطفال مواليد، بيبقى فيها كوره زي كده اهو. دي 21 اطفال برضو. 21 يا جماعه اطفال. ده بيتقفل، بيخش كده ويتقفل. في برضه حاجه زي كده شيماء، ده برضه جميل جدا، بيبقى فيه رسمه كده بيتقفل برضه، ده عيار 21. وفي شكل كده برضه ببيهات، ده بتروح وزنه جرام جرام ونص بالكتير خالص للمواليد. ده يبقى حلو قوي في المواليد فعلا. عشان بتبقى ودنهم مش مستحمل. بالظبط كده، تبقى اشكال جميله. دول 21؟ دول عيار 21. دول عيار 21 يا جماعه. لان في ناس بتحب عيار 21 وفي ناس بتحب عيار 18 حسب الرغبه يعني. ده عيار 18 اهو اللي هو ده. بيبقى لونه مختلف، لونه شوية. فاتح شويه العيار ال 18، والعيار 21 بيبقى مصفر كده شويه. طب يا حاج ابراهيم عايزين نعرف برضو اسعارهم كده في حدود كام؟ ماشي حاضر. بالنسبه لل 18 هو مثلا عندنا في برضو شيماء حاجه 18 كده برضو لبس جميله قوي شيك جدا. ايه بص كده شيماء، ده جميله خالص ووريك برضو. الله شوفوا ده جميل قوي. بص كده شيماء، حلقة زي ده كده كمان، ده جرام جرام ونص، حاجة بسيطة خالص يعني. أو ده كله ده أطفال. شوفوا يا جماعة ده، دول أطفالي، بيبقى جرام جرام ونص، ما بيبقاش تقيل قوي. شوفوا ده حلو برضو قوي. ماشي شيماء، ده مثلا شوف لك ده مثلا أهو، ده مثلا وزنه
جرام 70 كده. وده جميل قوي برضه بيتلبس على الاطفال ويتقفل بيبقى امن يعني، بحيث ان انت عايزه تامني الحلق بيبقى سهل في القفل وكده. يعني ما يوقعش من ودن، لا 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 ما يوقعش من ودن الطفل، من ودن الطفله يبقى لا 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 حلو كده قوي. ده اطفال اهو. طبعا شيماء ده في ميزه بقى، الحلقان اللي عندنا ديت بنلبس بيها يعني، عندنا في الورشه بنلبس بدل ما تروح تجيب مسدس بيبقى مش امن من ودن الودن، احنا بنلبس يبقى اول واحد يلبسه الطفل من عندنا بيبقى حاجه يعني صغيرة. ده بيخرموا بيه ودن الطفل يا جماعه على طول عشان ما يبقى امن، ما يبقاش حد قبل كده استخدمه غيرها بالظبط غير المسدس يعني. المسدس اللي ده بره ده حاجه مش امن. ده جميل جدا الكليبس ده جميل قوي. عايزين نعرف بقى يا حاج ابراهيم الاسعار برضو كده. تمام بص عندنا مثلا حاجه زي كده، ده عيار 21 اهو، ده جرام 40 اهو، جرام 42، جرام 42 في الذهب النهارده ب 655، في 10 ساعات ده مثلا عامل 1000 جنيه 1030. طب يا جماعه شفتوا ب 1000 جنيه بس او 1030 حاجات بسيطه لان هو اوزانه بتبقى خفيفه وفي نفس الوقت مريح جدا جدا في اللبس عن تجربه يعني. برضو نفس الطريقه برضو جرام 40 اللي هو فيه ليزر برضو نفس السعر 1000 جنيه برضو جميل جدا. هو ده ب 1000 جنيه برضو يا جماعه، ده 1000 جنيه عيار 21 اهو، ده ب 1000 جنيه الحلقه عيار 21 ليزر اللي فيه ده مش فصوص ده ليزر على بالظبط كده. جميل. في طبعا بيحب حاجه اقل شويه بنجيب له بقى حلقان برينه يعني، في اوزان كمان اقل من كده. طبعا انا عايز اجيب حاجه مثلا ب 500 جنيه بتاع شيماء، حاجه اقل من كده هوريك النهارده حقان اوزان الاطفال برضو اوزان ايه صغيره. دي اوزانها بتتراوح من نص جرام الى جرام. دي يا جماعه تتراوح اوزانها من نص جرام لجرام. يعني نص جرام ده مثلا يعمل يبتدي من اول 300 جنيه الحلقه. الحلق ب 300 جنيه يبتدي من 300 جنيه. ده اطفال ده بيحب بريمه والبريمه بتاعته بتبقى الاوز عشان بتبقى امنه برده مش كليبس يعني بتلف اهي. البريمه بتاعته يا جماعه هي بتلف يعني حلوه مش كليبس عشان الناس ما تخافش منها اللي هي بتبقى كبسه على طول ديت. لا لا مش كبس. الاطفال دي بتلف في الشتاء اللي بتلبسي العيل كذا حاجه هدوم كتيره فممكن البريمه تقع. لا البريمه هنا امنه اهي يعني. بس حاله زي ده شيماء بص خالص جميل اهو، ده نص جرام اهو، نص جرام 170 جنيه 370 حلق جميل جدا اهو، ويلبس طفل مواليد وحاجه. اللي عايز يجيب حاجه قليله برضه، عايز يجيب هديه، عايز يجيب حاجه لطفل برضه اسعارها مش عاليه يعني. يعني كام يا حاج ابراهيم؟ ب 400 ده 370 370 جنيه يا جماعه الحلقه اهو. اطفال يعني فعلا لو عايزين تجيبوا هديه لمولود او حاجه تبقى فكره كده جميله، حاجه ذهب وفي نفس الوقت سعرها مناسب فما تبقاش مكلفه قوي. ده برضو نفس الطريقه اهو حوالي 350 جنيه، ده حوالي برضو 350 جنيه بيبقى عباره عن نص جرام او 60 جنيه. دول عيار 21 حاجه، لا عيار 18. دول عيار 18. طب وزن لنا الحمصه ده كده يا حاج ابراهيم. حاضر. الحمصه ده كبار بقى يا حضرتك يا شباب، ده كبار بقى مثلا سن 10 سنين 12 سنه. وفي ناس بتحب تلبس حلقين فوق بعض. ايوه اللي خاربين ودنهم كذا خرم بيحبوا الحاجات يعني. مثلا ده جرام 82 اهو، ده مثلا عامل حوالي 1150 جنيه. 1150 جنيه ده بس مثلا مع حلق، مع حلق صغير. في ناس بتحب تلبس حلقين يعني ممكن تلبس ده مع اي حلق من دول يا شيماء. ايوه وفي حلقان جميله قوي برضه، الناس اللي خارمين ودنهم كذا خرم بقى يا جماعه بيحبوا الحاجات دي. هي شوفوا ده ب 1000 وكام يا حاج ابراهيم؟ ده بعمل 1150 جنيه. 1150 جنيه. هنشوف بقى دلوقتي يا جماعه الحلقان الكبيره بقى مثلا اللازور دي يا حاج ابراهيم والحلقان العاديه برضه. دي 21 دي حلقان لازوردي، ده كل ده بيتباع بخصوصه حلقان 21. ده يا جماعه حلق لازوردي عيار 21. ايوه ده عيار 21 بيتباع بخصوصه، حلق لازوردي يتباع بخصوصه ده. اشكاله تبقى الناس اللي بتحب بقى الحلقان اللي هي بتبقى طويله شويه. ونخلي بالنا واحنا بنشتري حاجه بالفصوص ان بنشتري من اي محل سواء من عندنا او اي محل يكتب لك يباع ويبدل بالفصوص. لازم في الفاتوره يكتب عليه يباع ويبدل بالفصوص يا جماعه عشان ما تيجي تبيعيه ولا تغيريه. لا انا ما خدتوش يبقى تبقى بنفس الشركه. شوفوا اشكاله ايه ووزنه برده معقول، شكله مش تقيل قوي. يعني بص وزنك واحد اهو شيماء كده مثلا، ده مثلا كده بص شيماء اهو وزن واحد اهو يا جماعه برده. ده مثلا 4 جرام 4 جرام 34 4 جرام 655 في 10 تعمل كده حوالي 3125. ده حوالي 3125 ده لازورد بيتباع بفصوصه يا جماعه.
دي في اوزان اتقل زي ما انت عايزه طبعا، في اتقل وفي اخف حسب الموجود. ماشي يعني دول في حدود ال 3000 جنيه. يبقى لازورتي عيار 21 يباع ويبدل بالفصوص عادي. ماشي يا حاج ابراهيم. عايزين نشوف برضو الحلقان اللي هي بتبقى حلقان عايزه بتتلبس كده على طول دي. ما احنا وريك اللبس بقى، عايزك لبس ولا عايزه بريمه؟ كبار برضو. حاضر اوريكي برضو حلقان بريمه برضو. هنشوفه في هنا ما شاء الله تشكيله كبيره. بره احنا هنشوف برضو بعض الحاجات منها. دول كده يا جماعه حلقان عيار 21 برضو، اللي في النص ده هندي، حلق هندي. وده ايه يا حاج ابراهيم؟ ده حلق ليزر عادي. الاول ده ليزر عادي وده برضو حلق ليزر قطاس جميل قوي. حاجات 21 اشكالها حلوه خالص. انا شوفه جميل قوي قوي. وده جميل ورقيق وخفيف برضو مش تقيل قوي. ومصنعيتهم يا جماعه برضو مش كبيره الحلقان دي. شوفوا برضو الهندي ده جميل قوي تحفه. ده جميل قوي. شوفوا الفصوص الحمراء والخضراء اللي فيه دي مينا كده برضو بيتباع بيه برضو ما بتخسرش يعني. مينا بتبقى لونها في انتهى بتدي شكل حلو. ده بسميه حلقان هندي جميله. يعني ده مش فص يا حاج ابراهيم؟ لا لا لا. وشركات مشهوره ايجيبت جولد. ده ايجيبت جولد يعني زي اللازور دي كده. زي اللازور دي. طبعا طبعا. يا جماعه ده حلق هندي ايجيبت جولد جميل قوي. طب يا حاج ابراهيم ده 21 طبعا كل ده ده تقيل شويه. يعمل له حوالي 7 جرام ولا هو الهندي ده. طب وزنه لنا كده ده 6 جرام ونص. يعمل له حوالي 4700 تقريبا. 4700 جنيه. دايما الهندي بيبقى تقيل شويه بيعدي. ايوه ما هو فعلا انا لما شلته لقيته تقيل شويه. في بقى حاجه زي كده برده جميل قوي، حلق قرطاس في منه مقاسات برده. ده جميل 21. ده جميل قوي الشيك ده مقاس كبير. في اصغر منه برده. شوفوا ده. في حلق جميل قوي. ده اسمه قرطاس يا جماعه، حلق قرطاس. في حلق كده ده جميل قوي برده شيماء، ده اسمه رولكس. رولكس؟ زي اوسيك الساعه كده، حلق رولكس جميل قوي. ده طبعا 21 برده. شوفوا ده؟ جميل قوي. ده رولكس عيار 21، شكله شيك جميل جدا، وفي ناس بتحبه حته واحده كده يعني ما بيبقاش فيه سلسله. ده يا جماعه حلق رولكس عيار 21، جميل قوي زي ما انتم شايفين كده. شايفين؟ حلو قوي. طب شوف لنا وزنه برده يا حاج ابراهيم كده. شوف يا شيماء اعمل بالظبط حوالي 5 جرام 80 اهو. 5 جرام 80 بيختلف حسب سعر اليوم يعني. دايما 4200 مثلا على السنه. 6 جرام اللي 20 جنيه. ده عامل كام يا حاج ابراهيم؟ 4200. 4200 جنيه اللي هو الرولكس ده. 5 جرام 800 مللي يعني 6 جرام الا 20 مللي. 6 جرام الا 20 مللي. ده دي شركته ايه يا حاج ابراهيم؟ دول حاجة اسمها ام بي او شركة اسمها بشرى وملك يعني. بس شركة مشهورة ام بي يعني. حلو جدا. طبعا. ماشي يا حاج ابراهيم. والقرطاس ده وزنته لنا؟ ده التقيل بقى في الاوزان. ده التقيل بتاعه ده مش كتير برضه. ده 6 جرام 32 في 655 في 8 بيعمل حوالي 4500. 4500 مصنعيته 8%؟ 8%. 8%. حلو برضه المصنعية يا جماعة مش كتير. كتير. 4500؟ 4500. طب مش غالي برضه. 4500. على أساس إن هو وزنه تقيل يعني. ده الحلق الهندي أهو. طبعا عندنا بقى شيماء في ده كده 21. في بقى اتفرجت على حلقان ال 18 برضه. ماشي عايزين ال 18. حلقان ال 18 بقى يا جماعه. دي حلقان بريمه جميله خالص. هي عيار 18. اشكالها حلوه. دي اوزان الناس الكبار يعني مش الاطفال. دي مثلا الناس الكبار بقى مش اطفال. في منها بقى صغير، في منها بريمه بيبقى من غير سلسله. في ناس بتفضله كده على الودن. وفي بسلاسل على حسب يعني. ده بسلسله. وده من غير سلاسل. وده ببريمه على طول يا جماعه. شوفوا الطويل ده جميل قوي برده. طلعوا لنا كده يا حاج ابراهيم. ده حلو قوي. شوفوا ده. ماشي يا حاج ابراهيم معلش بتنزلنا ده كده لان ده هيعجبهم برضه. تقيل ده شويه. تقيل ده 8 جرام 30. 8 جرام 560 في 10 فاق برضه اهو. ده يعمل حوالي 5150. 5150 على اساس ان هو يعني على حسب الزبون اللي عاوز يعني. ايوه. ودول يا حاج ابراهيم يعني اسعارهم بتبقى ايه؟ ده حاجات جميله جدا. في ناس بتحب تلبس حاجه مثلا على الودن يلبس معاها حلق صغير. حلق يعمل حوالي 1550. ده بحس ان انت مثلا حد ده بكبس
1550 جرام ونص. 1550 ده مثلا عايزه تلبسيه فوق مع حلق صغير، او الناس بتلبس حلقين، فاهمه؟ ده عيار كام؟ عيار 18. انا فرجع دلوقتي ال 18 كله دلوقتي، كل ده عيار 18. ده 18 يا جماعه. اوزانهم برضو حلوه قوي، ب 1000 وي 2000 وي كده، ما تتعداش كده. مثلا حاجه زي كده برضو، ده سلاسل برضو جميله اهو، ده مثلا 4 جرام في 560، ده 12% مثلا، ده يعمل 2500. ده يعمل 2500 يا جماعه، اللي هو ده كده حاجه. طبعا حسب سعر الذهب، يعني الذهب النهارده ب 650 وال18 عامل 560 على حسب سعر الذهب. ماشي يا حاج ابراهيم، ماشي يا في. انا عايز اشوف اللي هو المدلدل بره ده، عجبني في واحد بره كده. حاضر. احنا كنا بناخد فكره عن اللي هو البرينه، الان حلوين برده، واسعارهم ما شاء الله مش غاليه يعني، احنا وزنهم بتبقى بسيطه. دي بترجع الشغل بتاع زمان، جميل اللي في الستينات والحاجات دي كده، هو جميله قوي. الحلقان الفلاحي اللي كانت بتتلبس زمان. ايوه الحلقان اللي زي الحلقان الفلاحي يا جماعه، بتاع زمان قوي دي الجميله. شوفوا شكله عامل ازاي، تحفه. وده زي الحلقه بيسموه مخرطه، كان المخرطة. ده ايوه كان اسمه ده الهلال برده، ده جميل قوي. عيار 18 حاجات جميله برده، جميل قوي. شوفوا شكله تحفه، جميل. في حاجات زي كده في ده برده شيماء، جميل قوي. اشكال كتيره حلوه، ده جميل قوي. وده برده ده جميل، وده جميل. واوزانهم برده خفيفه حلوه مش تقيله يعني. ده اللي انت شفتيه ده شيماء بس كده ما شاء الله، يعني 5 جرام اهو، في 5 جرام في 560، ده 12%، وده يعني مثلا 3120 مثلا. ده يا جماعه اللي انا كنت ماسكاه الاول 3120، يعني 5 جرام. ده حضرتك كان بيسوق الحاجات دي تقريبا في الستينات، يعني أيوة. الموديلات دي كلها بس طالعه موضه دلوقتي. طالعه موضه حتى في الاكسسوارات. ايوه برافو عليك. ايه يا جماعه شايفين؟ ده جميل. ده اسمه المخرطه. ايوه. كان ايام زمان في الافلام القديمه بيلبسوا الحاجات دي. صح. ايوه شوفوا اللي هو على شكل قلب ده برده حلو برده. ايوه ما تشكيله ما شاء الله في محل الفيروز، جميله جدا كل الاشكال اللي انتوا عايزينها والاوزان. ده حاجه زي كده برده. ده تحفه برده. لسه كبار يعني، كليبس برده. لا والله مش كبار يا خال ابراهيم، يعني ممكن بنات. يعني بناتي. حسب ده كليبس برده جميل. حلو قوي برده، شوفوا ده. هو عامل زي الدبله كده. اسمه ايه ده يا حاج ابراهيم؟ ده بنسميه حلق يعني حلق مدور، يعني هو يعتبر كده زي الاشكال بتاعه الاطفال. عامل زي الايطالي، الحلقان الايطالي. الله ينور عليكي، شغل الايطالي. ايطالي بالظبط كده. جميل قوي يا جماعه، شوفوا جماله. ده بيبقى برده شكله تحفه في الودن، ومش تقيل على فكره برده. في حلق برده اللي هو ده بيبقى ثلاثه، بيسموه ثلاثه في واحد، ده جميل برده يا شيماء. ده حلو قوي، في منه مقاسات واوزان. ده اللي هو ثلاث ادوار كبار وصغيرين. احمر ثلاث إيه، في ذهب ابيض. بالظبط كده، ابيض واحمر. شوفوا حلو قوي برده اهو. وده برده اللي عجبنا اللي هو اللي اسمه المخرطه اهو، اشكال ما شاء الله جميله. اشكال جميله جدا، شوفوا ده برده اشكال جميله جدا، كل الاحجام والاوزان موجوده. وهنا في محل الفيروز اللي بيجي برده بيتعمل له واجب، واكيد انتوا جيتوا قبل كده وجربتوا. ناس كتيره جت، واحنا بنشكر الناس اللي جت بصراحه. الحمد لله. والله بسبب الفيديو اللي انت عملتيه فعلا يعني. ماشي. دي برده يا جماعه حلقان 18، تنفع اطفال برده لانها خفيفه ما تبقاش تقيله على الودن. اهي حلوه برده قوي. دي لازورتي ولا ايه يا حاج ابراهيم؟ ده لازورتي اهو، بتباع بخصوصه، وده قلب رقيق خالص اهو. ماشي يا اسطى. وزن لنا بقى ده كده اللي هو الواحد منهم كده، شوف وزن الاطفال اللي هو القلب ده. ده جرام 68 اهو، ده جرام 68 560 في 12 قرش، ده يعمل حوالي 1050 جنيه. ده حوالي 1050 جنيه يا جماعه اللي هو القلب الصغير ده. طب ومعلش يا خرمان شوف لنا ده كده. حاضر حاضر.
ده مثلا 2 جرام 43 في 560 في 12000، ده يعمل حوالي مثلا يا شيماء 2 جرام 43 في 560 في 12000، ده يعمل حوالي 1520. الثاني اللازوردي ده 1520، ده وزنه داخل على 2 جرام ونص تقريبا، يعني 2 جرام 43، اه يعني تقيل شويه. اه ماشي يا حاج ابراهيم. هنشوف دلوقتي، هنا دلوقتي كده خواتم الاطفال. دي يا جماعه خواتم الاطفال اهي، ناس طلبتها مني برضو عايزين يعرفوا اسعارها. هنشوف برضو دلوقتي الموديلات الموجوده والاشكال الموجوده. زي ما انتم شايفين تشكيله ما شاء الله كبيره جدا، تشكيله متنوعه، يعني كل الاذواق موجوده اهي، وبرضو اوزانها بتبقى خفيفه جدا. في حاجات طبعا الناس بتحب تجيب هدايا، يعني بتدي اول من اول 200 جنيه شيماء، يعني بص عندنا 200 جنيه يا جماعه بتبدا يعني من 200. خاتم زي خاتم اطفال اهو دون مثلا حوالي 28 ميل، ده يعملوا مثلا حوالي بالظبط كده 200 جنيه بالظبط، يعني ده 200 جنيه. 200 جنيه اللي هو ده يا جماعه، شوفوا ده اطفال مواليد، مواليد ب 200 جنيه. شوفوا بقى لو حد مثلا جايب بيبي وانتوا هتجيبوا له هديه زي دي هتبقى تحفه قوي. طيب عندنا بقى كمان في خواتم جميله شيك قوي بتمشي مع حلقان، يعني عندك الخاتم اللي هو الخمسه وفلوسه ده بيبقى طقم، في ناس بتحب بقى تجيب حاجه عاليه شويه. يعني هنشوف معاك كده شيماء ده ممكن يمشي طقم مع بعض اهو. شيماء جميل قوي، الحلق مع الخاتم يا جماعه، الله شكله جميل جدا. شايفين حلق ده مع الخاتم، مع الخاتم جميل، خاتم خمسه وخميسه مع حلق. طب معلش يا شيخ ابراهيم شوف لنا كده دول، ده مع ده يبقى كام؟ ده طقم كده هو مثلا حد برضه بيحب يجيب هديه قيمه برضه حاجه جميله، 2 جرام ونص ب 560 جنيه، يعني الطقم ده كله يعمله 1550. ده يا جماعه الطقم على بعضه 1550 جنيه. عباره عن خاتم وحلق. خاتم وحلق، جميل قوي. جميل قوي قوي برضه، حاجه شيك ورقيقه قوي، في منه العين برضه. يعني في العين. شايفه العين جميله قوي برضه، في ناس بتحب حاجه زي كده شيك. والحلقه ده برضو ممكن تلاقي معاها الحلقه بتاعه موجود. هو العين يا جماعه اهو، ده برضو حاجات جميله، وزي ما انتم شفتوا اوزانها مش تقيله، يعني مش بتكلفش قوي. وشوفوا الفلونكه ده برضو جميل جدا، ده برضو حلق في يونكه جميل قوي. وطبعا في برضو هنا حاجات جديده بتيجي باستمرار. حاجه بتخلص بس، يعني مثلا ده شيماء وزنه مثلا ده عامل مثلا 600 جنيه، ده 600 جنيه 85 مللي ده، ده اللي هو الفلونكه. الفلونكه ده 600 جنيه اهو. بص حضرتك بره لهم برضه كده شيك، هو سواد تقيل شويه. حلو بس وزنه معقول يعني. يا جماعه شايفين حلو ازاي؟ قول زي ده جميل لصبياني، جميل قوي. في حاجه زي القلب ده شيك جدا برضه. في خواتم صبياني برضه. طبعا في صبياني، عايز اجيب صبياني ده صبياني، ده صبياني وده بناتي. حاجات برضه بتبتدي من اول 200 جنيه لحد 600 جنيه. من 200 جنيه لحد 600 جنيه. وفي برضو هنا حلقان تانية احنا ما طلعناهاش، طلعت لكم برضو بعض الحاجات كده موجودة اهي. وفي اشكال تانية. بص بقى شيماء، عندنا برضو عندنا سيالات اطفال، لحد يجيب برضو هدايا برضو شيك جميلة، حاجات جميلة جدا. بتبتدي من اول جرام ونص لحد 2 جرام، ده مثلا يمشي صبياني وفي بنات. سيالات اوزانها جميلة واشكال حلوة خالص اهي، على حسب ما انت بتحبي. تمام واخده بالك، ده السيالات اهي. في كمان يا شيماء غوايش اطفال بسيطه خالص وخفيفه، يعني عندنا غوايش اطفال اهي برضه جميل، جميل اهي. في غوايش برضو اطفال، المره اللي فاتت لما كنت مصوره الغوايش ناس طلبت مني غوايش اطفال اهي يا جماعه موجوده هنا. اشكال حلوه وجميله خالص، بتبتدي اوزانها من اول 2 جرام و40 مللي، يعني مثلا واحده زي دي كده مثلا تعمل حوالي من 1000 ونص. 1000 ونص دي حوالي ب 1000 ونص يا جماعه. غوش الاطفال دي عيار كام يا حبيبي؟ عيار 18. عيار 18. طب والثانيه دي وصلنا لنا كده؟ دي برده جميله قوي، دي 2 في 1 برده، دي حوالي 2 3 جرام اهي، ده 2 جرام 87. دي برده وزنها حلو جدا ومعقوله، دي تعمل حوالي 1800. 1800 دي يا جماعه عامله 1800 جنيه. طبعا عندنا انسيالات كمان يا شيماء برده جميله قوي، في ناس عايز مش عايز حاجه تقيله بس حاجه خفيفه. في انسيال زي ده كده اطفال، انسيالات الاطفال اسعارها بقى ايه؟ بتبتدي من اول 800 جنيه وانت 800 طالع. جنيه وانت طالع. شوفوا خفيف هو هو بجرام و35 مللي. وفي بقى اسعار ثانيه، في اوزان ثانيه كمان اهي. ودي يا جماعه هي انسيالات الاطفال زي ما احنا قلنا، شفتوا اسعارها واوزانها. وبرده الخواتم الغوايش، في طبعا تشكيله كبيره من الغوايش. وكل برده يوم في حاجات جديده، واي حاجه انتوا عايزينها تيجوا تطلبوها من الحاج ابراهيم هيوفرها لكم على طول.
وبنشكر الناس طبعا اللي جت هنا ونورتنا في محل الفيروز في المحله الكبرى الساغه شارع الحنفي. الشارع اللي قدام مسجد الحنفي على طول هو المحل الكام على الشمال يا حاج ابراهيم؟ محل تاني، محل على ايدك الشمال، تاني محل على ايدكم الشمال. وانا هصور لكم برده المحل من بره عشان تبقوا عارفين شكله. وانتوا شفتوا معانا الحاج ابراهيم اهو، ما كانش طلع في الفيديو اللي فات، اديكم عرفتوا شكله برده. وشكرا جدا على متابعتكم واشكركم على ثقتكم الغاليه. شكرا تاني. في ناس كثيره جت من الفيديو اشترت عن طريق الفيديوهات اللي نزلت اللي نزلتها شيماء سعيد، الحمد لله كتير جدا. وبشكر كل المتابعين من كل مكان، واتمنى لو انتم اول مره تشوفوا الفيديو تشتركوا في القناه وتنوروني طبعا. ولو الفيديو عجبكم اتمنى تضغطوا على اللايك وتسيبوا كومنت باي سؤال انتم عايزينه، ان شاء الله هرد عليكم بنفسي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو ده محل الفيروز اهو يا جماعه، مصوغات الفيروز الحاج ابراهيم سعد الدين. ده المحل من بره، شوفوا هتيجوا من هنا كده الشارع اللي هناك ده شارع الحنفي الاساسي، وهنا قدام ده كده مسجد الحنفي اهو، مسجد الحنفي اهو، تدخلوا كده على طول في باترينة فضة، هو المحل اللي جنب باترينة الفضة ده على طول الفيروز. وتيجوا بقى تشرفونا ان شاء الله. وكنت معاكم شيماء سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.